بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمد الشاكرين ونرجوه رجاء الخائفين، ونتوسل إليه توسل المحبين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. اللهم أحيي نفوسنا بالقرآن، وأصلح حياتنا بالقرآن، واشفي صدورنا بالقرآن، وحيي قلوبنا بالقرآن. أحبتي في الله، أحييكم بتحية أهل الجنان، فسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم على درب الإتقان، الذي نتعلم من خلاله مخارج الحروف وصفاتها. لازلنا متابعي الكرام نتابع الشرح والتفصيل في باب مخارج الحروف، وبالضبط في المخرج الخاص للسان اللي هو طرف اللسان. في الحلقة السابقة أنهينا الكلام عن مخرج الصاد، وسننتقل بإذن الله تعالى إلى المخرج الثاني المجانس له، وهو حرف الزاي. أما في الفقرة التطبيقية فنواصل قراءتنا لسورة البقرة. كالعادة دائما نستقبل مكالماتكم الهاتفية في الرقم الهاتفي الذي يظهر أسفل الشاشة، كما نستقبل مقترحاتكم بصدر رحب في البريد الإلكتروني الذي يظهر أسفل الشاشة. فابقوا معنا بعد قليل ونعود. أرحب بكم من جديد متابعي الكرام في الفقرة النظرية الأولى. كما قلنا، لازلنا نتناول المخارج التي تخرج من طرف اللسان. في الحلقة السابقة أنهينا الكلام والشرح عن مخرج الصاد، وغادي ننتقل دابا إلى مخرج الزاي، وهو المخرج الثاني لحروف صفر. حروف صفر قلنا الصاد والزاي والسين، واليوم غنتناولوا حرف الزاي. أول حاجة غنبدأ بها نمره على المراحل الثلاث التي نمرر عليها كل حرف. هذه المراحل هي مرحلة تكوين صوت الحرف، مرحلة كيفية خروج الحرف أو لا تكوين الحرف، ثالثاً مرحلة حجم الحرف. نشوفوا دابا مرحلة كيف يتكون صوت حرف الزاي. الهواء يخرج دائما انطلاقة من الصدر. الهواء هو هواء الزفير، كيخرج عبر الشعب الهوائية، عبر القصبة الهوائية. ملي كيوصل للحنجرة كيتكون الصوت ديال الزاي. دابا غادي نشوفوا كيفاش كيتكون حرف الزاي. هل يتكون مجهورا، بمعنى هل يتكون باهتزاز الأحبال الصوتية، أم يتكون بدون اهتزاز الأحبال الصوتية، بمعنى يتكون مهموسا. الزاي حرف مجهور. الدليل، حط يدك على الحنجرة وقول أز، غتسمع بواحد، غتحس بواحد الاهتزاز كاينه في الحنجرة ديالك. إذن صوت الزاي صوت مجهور. نمشيو كيفاش كيتكون حرف الزاي. هل يتكون باصطدام محكم بين رأس اللسان والواجهة الداخلية للثنايا السفلى، أم غير محكم؟ غير محكم، لأن فيه صفة صفير، فيه صفة الرخاوة. ولاحظوا الصفير ديال الزاي ماشي بحال الصفير ديال الصاد. الزاي فيها الصوت بحال أزيز النحل. علاش؟ علاش ما كيشبهش الصوت ديال الزاي؟ علاش ما كيشبهش الصاد؟ لأنه مجهور. هذاك الجهر هو اللي خلى الصوت ديالو كيتبدل على حرف الصاد. دابا غنشوفوا كيفاش الحجم ديالو. واش الحجم ديالو مفخم؟ لا، الحجم ديالو مرقق. كنقولوا حرف الزاي، ما كنقولوش حرف الزاي، خطأ. حرف الزاي حرف مرقق. إذن كيف يتكون الصوت؟ مجهورا. كيف يتكون الحرف؟ رخوا.
كيف يتكون حجم حرف الزاي مرققا أي مستفيلا. دابا غادي نشوفوا الوضعية ديال اللسان وحنا كننطقوا بحرف الزاي. طرف اللسان حفظناه، هذه طرف اللسان فين كيكون لاصق؟ طرف اللسان الدقيق، ملي كنقول الدقيق هنا بمعنى رأس اللسان، هذا طرف اللسان العريض وهذا طرف اللسان الدقيق، كيكون خلف الثنايا السفلى، إذا رأس اللسان يكون خلف الثنايا السفلى. وسط اللسان واش كيكون لاصق مع الحنك الأعلى ولا مفترق؟ كيكون مفترق. لماذا؟ واش الزاي من حروف الإطباق؟ إذا عند النطق بالزاي وسط اللسان يكون مفترق عن الحنك الأعلى. الأقصى كيفاش كيكون؟ منخفض إلى القعر. لماذا؟ لأن فيه صفة الاستفال. دابا غادي نشوفوا ما هي الصفات التي يتميز بها حرف الزاي. أول صفة، صفة الجهر. ما معنى الجهر؟ انحباس الهواء عند النطق بالحرف. ملي كيكون انحباس كيكون اهتزاز للأحبال الصوتية، إذا صوت مجهور، وهذا الجهر هو اللي كيخلي الصوت ديالو مبدل على 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 حرف الصاد وكذلك حرف السين. أول صفة هي الجهر. الصفة الثانية الرخاوة. ما معنى الرخاوة؟ جريان الصوت عند النطق بالحرف. لماذا يجري الصوت؟ لضعف الاعتماد على المخرج. الصفة الثالثة الاستفال. الزاي حرف مستفل وليس مستعلي. الصفة الرابعة الانفتاح. الزاي حرف منفتح. الصفة الخامسة نمشيو للإصمات والإطلاق. الزاي حرف مصمت. هادو غير كنذكرهم، راه ما عندهمش علاقة لا بالتطبيق وما عندهم وما كيعطيو للحرف لا قوة لا ضعف. غادي نمشيو نشوفو واش الزاي عنده شي صفة من صفات الغير المتضادة. نعم عنده صفة هي الصفير، راه من حروف الصفير. إذن أعيد، ما هي الصفات التي يتميز بها حرف الزاي؟ الجهر، الرخاوة، الاستفال، الانفتاح، الإصمات، الصفير. دابا غادي نشوف الزاي واش قوي ولا ضعيف. شكون اللي غيحدد لي الزاي واش قوي ولا ضعيف؟ هي الصفات. نشوفوا الجهر صفة قوية، الرخاوة ضعيفة، الاستفال ضعيف، الانفتاح ضعيف، الصفير قوي. إذا شكون اللي قوى؟ شكون اللي كثر؟ واش شكون اللي كثر فيه؟ واش الصفات القوية ولا الضعيفة؟ الصفات الضعيفة كثر من القوية. ثلاثة اللي هي الرخاوة و الاستفال والانفتاح، والصفات اللي قوية هي الجهر والصفير. إذا غنحكموا على حرف الزاي حرف ضعيف. لماذا؟ لأن الصفات الضعيفة غلبات الصفات القوية. نقف هنا مستمعي الكرام، وفي الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى غادي نتناول حرف السين. أنتقل بكم إلى الفقرة التطبيقية لمواصلة قراءة سورة البقرة، فابقوا معنا، فاصل ونعود. أرحب بكم مجددا متابعي الكرام في الفقرة التطبيقية لقراءة ما تيسر من سورة البقرة، ونأخذ أول مكالمة هاتفية. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم؟ أحمد مزوار. أحمد مزوار، من أي مدينة أحمد كتصل بنا؟ من مدينة عرباور إقليم قنيطرة. إقليم قنيطرة، تبارك الله عليك. أحمد، أحمد شحال عندك من سنة؟ 34 سنة. شنو كتعمل؟ إمام مسجد وخطيب في أحد المساجد بإقليم سيدي سليمان. بإقليم سيدي سليمان؟ أنا إمام مسجد السنة بسيدي قاسم راس الخم، وخطيب بأحد المساجد بإقليم سيدي سليمان. ما شاء الله. وعاودنا على التجربة ديالك، كيفاش بديتها مع القرآن الكريم؟ البداية ديالي مع القرآن الكريم كانت بداية، يعني كانت قراءة يعني تقليدية، لوح وشوية، يعني واحد القرية ديالنا اللي كان سميتو نقرأ فيها على
كان نقرا بحال سميتو، نعم كتجي الصباح مثلا عند الفقيه كتقرا عليه تحفظ اللوح، كتمحي اللوح وكتولي تولي عاوتاني تكتب اللوح، الفقيه كيملي عليك وانت كتكتب. نعم ايوا من بعد عاوتاني ملي كتكتب كتحفظ القران، كتحفظ اللوح، هو نعم كتعرض اللوح على الفقيه. من بعد عاوتاني كي ملي كتعرض اللوح. نعم شمن سنة نعم ختمت القرآن؟ نعم شمن سنة ختمت القرآن؟ شحال كان عندك من عام؟ كان عندي حوالي شي 14 15 سنة تقريبا، نعم ودرت عدة ختمات حوالي 2 ختمات اللي درت. ما شاء الله، ودابا حاليا قلت إمام وخطيب، أيه ما شاء الله عليك، الله يكمل عليك الله بخير. وغادي الله تقرأ لنا السي أحمد من قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى قوله تعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. تبارك الله عليك سي احمد على هذه القراءة بارك الله. المتميزة، ونتمنى لك التوفيق في المسيرة ديالك، آمين. وخاصة قلت أنت إمام وخطيب، ما شاء الله عليك، بارك الله فيكم. الله ينفع بك هذه الأمة. اللهم آمين. بارك الله فيكم جميعا. غادي ننتقلوا إلى مكالمة أخرى. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم؟ محمد زاهد من مدينة سلا. محمد زاهد من مدينة سلا، أهلا وسهلا بك سي محمد في برنامج على مرحبا. درب الإتقان. سي محمد شحال عندك من سنة؟ 19 سنة. 19 سنة كتقرا يمكن؟ لا نعم، الدراسات الإسلامية مدينة الرباط. السنة لاش من سنة عندك هذا العام؟ السنة الثانية. ثانية، ما شاء الله. عاود لينا سي محمد، كيف علاقتك بالقرآن الكريم؟ الحمد لله، العلاقة منذ الصغر، يعني تربينا في واحد الجو قرآني، ويعني صافي كتمسك بالقرآن، يعني كتحب القرآن منذ الصغر، فيبقى معك ذاك الحب طول العمر. شكون كان كيحرص على حفظ القرآن، الأب ولا الأم؟ الأب. الأب، نعم ما شاء الله. احفظ شوية ديال القرآن، شحال حافظ؟ أحفظ كتاب الله عز وجل كامل. ما شاء الله عليك، ما شاء الله. إذا مع قلت كدير الدراسات الإسلامية ومع القرآن، كاينة واحد العلاقة اللي غادي تخليك تفهم بزاف د الحوايج، ياك أسي محمد؟ نعم طبيعة الحال تكون حد طبيعة العلاقة الله يكمل عليك بخير. يا رب. يلا هسي محمد غادي تقرأ لنا من قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى قوله تعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لهم يرشدون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. تبارك الله عليك سي محمد، ونتمنى ونشوفك شي نهار تأم الناس. عندك صوت رائع وأداء رائع، وكنتمنى لك التوفيق في المسيرة ديال الدراسة ديالك. تبارك الله عليك. شكرا جزيلا. وننتقل إلى مكالمة أخرى. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم؟ ليلى جبلي من مدينة سلا. ليلى جبلي. جبلي من مدينة سلا. سلا، أهلا وسهلا بك ليلى. مرحبا. ليلى شحال عندك من سنة؟ 28 سنة. 28 سنة، شنو كديري في الحياة؟ كنشتغل. نعم، كتشتغلي في شركة تأمين. لا، في شركة تأمينات. ما شاء الله عليك. وكيف علاقتك بالقرآن الكريم؟ الحمد لله، علاقة جيدة الحمد لله. دائما مع القرآن. نعم، شنو واش كتدرسي في شي بلاصة ولا؟ كنحفظ عند أستاذ الشيخ الدرام جوهري. في شي مسجد؟ في المسجد. نعم، كتمشي مرة في الأسبوع؟ كنمشي مرة في الأسبوع. وفين وصلتي في الحفظ؟ دابا الحمد لله 15 حفظا. ما شاء الله، الله يكمل عليك بخير. اللهم آمين يا رب. غادي تقرأي لنا ليلى من قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى قوله تعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إن شاء الله تعالى. عرفتي الآيات ياك؟ عرفتها. سورة البقرة. يلا تبارك الله عليك، يلا بداي تقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني
أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم، تبارك الله عليك ليلى، ونتمنى ونشوفك في حلقات أخرى وتختمي القرآن وتخبرينا بأنك راه ختمتي القرآن إن شاء الله، ياك ليلى؟ إن شاء الله بإذن الله. الله يكمل عليك بخير. اللهم آمين، شكرا جزيلا. بارك الله فيك. ننتقل متابعي الكرام إلى الفقرة الأخيرة وهي الفقرة التلخيصية، فابقوا معنا. في حلقة اليوم متابعي الكرام، كما تتبعتم معنا، تكلمنا عن المراحل التي نمرر عليها كل حرف، مررنا حرف الزاي على هذه المراحل. عندما مررناه على كيفية تكوين صوت وجدناه مجهورا، وعندما مررناه على كيفية تكوين الحرف وجدناه رخوا، وعندما مررناه على حجم الحرف وجدناه مستفلا. أما وضعية اللسان عند النطق بالزاي، طرف اللسان يكون ملتصقا لأنه اللي كيحقق لنا المخرج، وسط اللسان يكون مفترقا عن الحلق الأعلى لأن فيه صفة الانفتاح، أقصى اللسان يكون منخفض إلى الأسفل لأن فيه صفة الاستفال. أما الصفات اللي لقيناها في حرف الزاي هي الجهر، الاستفال، الجهر، الرخاوة، الاستفال، الانفتاح، الإصمات، الصفير. وقلنا حرف الزاي حرف ضعيف لأن الصفات الضعيفة أكثر من الصفات القوية. وبالفقرة التلخيصية ننهي حلقتنا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.